خايفين من الطحالة. طيب يا جماعة بسم الله ما شاء الله، الله كتير والله. أنا ليا جماهير الحمد لله، بس أول مرة في حياتي أفتخر بإن أنا واقف في مكتبة مكتبة دمنهور، يعني مكتبة دمنهور عشان أنا ما بحبش أقول الاسم. بس عامة دمنهور بلد عريقة. طب المجد توفيق الحكيم قال عن دمنهور ان يكفي دمنهور فخرا ان القطار يعبر من تحتها. احنا البلد الوحيده اللي بتنزل القطر، القطر ما بيطلعلهاش. فلما بيجي لنا زائر تاني من بلاد اخرى بيطلع على سلم المحطه، اول حاجه بيشوفها على دمنهور: تعالى بقى واقف مستشفى، تعالى بقى واقف مستشفى. واحنا لما نروح مكان تاني عشان نروح بقى دمنهور بلدنا الاصيله، ليه كلمة واحدة: دمنهور. طب احنا على فكرة ما بنقص ما بناكلش نص الكلام، مش معقول احنا مش بناكلوه. ليه اتنادى علينا كده؟ وبعدين مشكلة الشاب الدمنهوري في أي حتة بره، مين هنا بيشتغل بره مدينة جامعية؟ سوكسي يا جماعة، الناس دي بتعاني والله. ليه بقى؟ لأن كل ما أقول لحد أنا من دمنهور، اللي هي فين دي؟ والله هي عند اسكندرية 60 كيلو، 3 دقايق بالظبط تكون في المعموره. احنا بنوصل على فكره. وبعدين عنده مشكله ثانيه انه بيكتب على الفيس ليف ذين الكسندريه. النبي لا ده انا هارش اللي انت من دمنهور. وتيجي تكلمه: يا معلم انت كاتب على الفيس ليف ذين الكسندريه، وانت يعني ده انت جاري يا ريس. يقول لك: لا ما انا انت فهمتني غلط، انا خالتي في اسكندريه عندنا شقه هناك، وانا باجي يعني دمنهور. فانا اكتشفت النظريات الصحيحه ان احنا مش دمنهور، احنا اولاد خالف الاسكندرانيه. والله يعني كل اللي موجودين في الغفور عباره عن اولاد خالف الاسكندرانيه. مين اللي عامل هنا فيك كده؟ وعلى كده عشت كلنا كده ست مناطق: بلاد ما وراء الكوبري، كوبري مفيش، نخل مثلا، صلاح ايدي اللي الناس كلها بتحس فيه بقلوب، تحس ان تويتي الراعي الرسمي للشارع. والله. وبعدين بيبقوا مصيبه سودا بقى لما بينزلوا تشمول، انك بتلاقي فيه اصناف كتير: شاب الثانوية العامة، شنطة الطريق جميل، حتة الزفرة، جزمة مبوز الجلد، ماشي. أي واحد عدى قدام 010953 010 9. تيجي بعد كده شاب أوائل الجامعة، شارب الحتة النظيفة الحمد لله، واقف عند 015 طلع العلبة مرلبون. أهي والله فلوس وعز ومال. وتلاقي في المقابل بنات بقى، يا لهوي على البنات اللي بتجاموا. بنت الاولى اللي انت ممكن تعدي من جنبها كده تموت، يعني دي تبقى ماسكه الملزمه حضنها. الله دايما ليها دايما ستايل طرحه معين، فتعدي من جنبها تقول لها: انسه في شويه طرحه على شعرك، ممكن تشيليهم عادي يا جماعه، محدش هيتضايق. وبعدين في البنت اللي هي دماغها كبيره فبتكبرها اكتر وتحط علبه كشري ورا يا مغطياها كده وبتبقى روعه. وفي بنت تانية بتبقى دي يعني دي مريضه، دي جايه من عند دكتور العظام فرقبتها وجعها فمضيقه الطرحه، والاشعه اللي ادها لها الدكتور حطها في الطرحه من فوق ماشي عامله كده. دي بتبقى جميله خالص يعني. والله. طيب عامة هو التشامول عشان تفسروه، التشامول سوق. المشكلة والمصيبة السوداء إن البنات بينزلوا السوق ده وما بيشتروش حاجة. أنا نازلة أتفرج. أنا عرفتها ولا على حاجة؟ ما هي تبقى الاثنين، بسم الله ما شاء الله، ده أنتوا في قناعة. بسم الله. طب يا جماعة بمناسبة إن كل سنة طيبين، بكرة عشان من السيف. هناكل في سيف. هو. همشي بره البيت. هننقل بره. حرام يا جماعه، حرام يبقى اسمه شم النسي. الناس كلها بتشم رواحل دنيا بامبي بامبي وسعاد حسني على التلفزيون والجو روعه. فسيخ، بيض، بصل. فسيخ وبيض وبصل، بسم الله ما شاء الله. مصر دمنهور بالذات اختارت اجمل 3 انسمه وشممت لنا. وما بالك بقى لو واحد كل فسيخ وبيض وبطل هيطلع نسيم وانا ما حدش يعرفه. ده اللي سم بقى يا ريس، ده
تاني يوم، تاني يوم شم النسيم. بس هو يوم شم النسيم الصبح تبقى ريحه يعني وطاقه. فانت تصحى الصبح تضرب فيزيك وبيض وبصل، وعلى فكره دمنهور ارتباط عريق بالفيزيك والبيض والبصل. فيزيك ازرق، بصل اخضر، بيض ابيض، ابيض واخضر وازرق، كله بلدي صح؟ ابيض واخضر وازرق، ابيض واخضر، تاكسي دمنهور وازرق، العالم بتاع دمنهور. سلام طيبين. احنا اللي اخترعناه، والله احنا اللي اخترعناه، بس انتوا مش مصدقين حاجه. تاكل فيزيك، تضرب ستيفن عشان تهضم، تبدا تنزل بقى تتكلم صاحبك في التليفون، الو انا نازل جبت حاجة مش عارف، طيب ايه مش عارف. طب بص بقى، هو احنا هنشرب وهننزل الشارع ولا هننزل الشارع وبعد كده نشرب؟ ودي تبقى مشكلة دمنهور في كل عيد، ان احنا لازم نفضح نفسينا. ينام الوقفة وكلنا وقفنا قدام كنتاكي، يا لهوي على فضيحة كنتاكي. دمنهور كلها واقفة اتنين اتنين من اول كوبري قالوا لحد سينما النصر الصيفي. قالك قال في ايه؟ فيش، بنقضي الوقفة عند كنتاكي. يقول لك كنتاكي الافتتاح النهاردة والدنيا ولا عاد. مصيبة سودة والله، مصيبة سودة. لو محل اكل تاني فتح في دمنهور بقى هنعمل ايه؟ يعني ممكن نقسم نفسينا، احنا نروح اول يوم بتوع دمنهور الجديدة، اروح اول يوم، بعد كده مول لاند تاني يوم، بعد كده نقسمها مناطق عشان ما نبقاش زحمة كده وقتل قدام المكان فيبقى منظرنا سيء. وبعدين على فكرة دمنهور بلدي بلد الفلفل والكمون، تطورت والله بعد الثورة. والله مين فاكر دمنهور يوم 28؟ حد نزل هنا يوم 28 أصلا؟ طب سوكسي يا جماعة الناس اللي نزلت يوم 28، يعني ربنا يعينهم، ربنا يعينكم والله. دمنهور يوم 28 أو البحيرة عامة كان فيها الربع مليون بني آدم بعد الثورة، 28 بنت واقفين في ميدان الساعة بيقولوا لأ للتحرش، حواليهم 400 واحد بيتحرشوا بيهم. بسم الله ما شاء الله، تطور ملحوظ والله. وبعدين في مين اللي عمل الثورة؟ مين؟ أي حاجة، مين؟ جيل الثمانينات، جيل الثمانينات اللي عمل الثورة. والله الجيل اللي اتزوج كل حاجة من أول ما اتولد، من أول ما اتولد وهو بيضحك عليه وبيتكلم عليه وبيتزوج. مش نظرة وابتسامة، مش كلمة والسلام. راحت فين سيمون؟ راح فين حميد الشاعري؟ راح فين تيشيرت أحمد السقا وقميص أحمد السقا ودوجراس عمرو دياب وتسريحة عمرو دياب والجزمة بتاعت أحمد عز؟ زولت جيل الثمانينات كله. جيل الثمانينات هو الجيل اللي دلوقتي، وده اللي انا جاي اقوله لكم، هو الجيل اللي بيوزع ورق. كل جيل الثمانينات اللي من دول ما بيعملش حاجه واحده غير ان هو بيوزع ورق. تمشي في الشارع بقت سينما النصر، ميدان الساعه، دوران الاستاد، مناطق توزيع ورق. ثلاث انواع، اول نوع ورق محلات عادي، ثاني نوع اذكار الصباح والمساء عشان لما تطول شويه في الشارع يقول لك الحزب بتاعنا اهو، يا اخي تعالى صلي معانا. مش كده، اديتك اذكار الصباح والمساء في اول الشارع في اخر الشارع بقول لك ده حاجه. ثالث ورق لا بدا معانا من زمان خالص، من قبل الثوره. لا للتمديد، لا للتوريث، لا لحسني مبارك، لا للفلور، لا للبلطجيه، لا للاخوان، لا للدستور، لا لانتخابات مجلس الشعب، المرسي، لا للمرشد، لا كل حد عايزنا نسكت، وفي الاخر لا تشم النسيم. لا انا ماشي، شكرا. اكتبوا لا، انا موافق، اكتبوا لا وعلى كل جدار، لان حسن مصطفى احمد دومه لسه في سجون العقل.